الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات جامعة الجزيرة المجمع الطبي، أحييكم في هذه الكلمة القصيرة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى في هذه السانحة بعد كلمة الأستاذ شهاب عوض وبين يدي كلمة الشيخ مزمل، إن شاء الله تعالى أقف وقفة خفيفة تحت العنوان الذي بدأه الأستاذ شهاب في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المعلوم أن المجتمع الجامعي مجتمع يجمع مجموعة من الأفكار والمناهج المختلفة والطرق المتعددة والسبل الكثيرة، ويجمع هذا المجتمع بين نوعين من أنواع الفساد، بين الفساد العقدي الفكري وبين الفساد الأخلاقي السلوكي. وبطبيعة النفوس التي هي على الفطرة، النفوس تنفر من الفساد الأخلاقي والسلوكي. بمعنى، لو سألت أي زول صاحب فطرة طيبة قلت له الجامعة فيها شنو من أنواع الفساد، قل لك الجامعة فيها اختلاط، الجامعة فيها تبرج، الجامعة فيها مخدرات وغيرها. وهذه لا شك أنها من أنواع الفساد الأخلاقي الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. لا شك إنه في النهي عن النظر نهي عن الاختلاط، لأنه ما ممكن زول يختلط ببيت وما بعاين فيها. بس شنو يعني؟ يعني يقعد مقبل كده وهي مقبلة كده وليه حلاكو؟ أصو قاعد معناه بعين فيها. فكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن الاختلاط، الآية هنا تفيد حرمة الاختلاط، حرمة النظر، وغيرها من أنواع الفساد الأخلاقي. والناس السماء وقفوا على موضوع نظر وكده كويس. شغلة زمان كان الناس يقول لك يا أخي المصافحة، وبيسألوا من المصافحة حلال ولا حرام؟ كويس، المصافحة حرام، لكن الشيء لسه ده أكتر من المصافحة، دي بقت مصارعة ما مصافحة. بيسلموا في الكتف وبالأحضان ماخدين راحتهم، الناس بيقول طلبة ماخدين راحتهم وقاعدين بعيد هناك، واحد قاعد لهم عبيد بعيد في الظلام، ده يا ربي يكون محفظة في القرآن ولا شنو؟ ها؟ ولا بقريها تجويد؟ يا أخي هو عند السلف زمان عند الصحابة السمر بالليل ده مع الرجال مبجوز، مع الرجال كان عمر بن الخطاب بيضرب عليه
الصحابة والسلف يضربهم بالدرة، ده الرجال قاعدين براهم ويدور بين الحرمة والكراهة. ولو الإنسان تعمد السمر شان يضيع به صلاة الفجر يبقى حرام عديل كمان، ده الرجال براهم. هسه واحد ملصق له في بيت تلقى بيجي كويس. هذا الحرام الموجود داخل الجامعات ده النفوس الطيبة والفطر بتنفر منه، ولكن كثير من الناس اللي بيشوف ده حرام بتلقوا بمارس أنواع تانية من الحرام هي أسوأ من الاختلاط وأسوأ من الزنا، وهي الأفكار الهدامة والمناهج الخربة الموجودة في الجامعات. وأنا ما حضرت كلام الأخ شهاب، لكن لا شك إنه تعرض للأفكار الضالة من الفكر الشيوعي أشد الأفكار ضلالا وأسوأ انحرافا، الفكر اللا ديني. يا أخوان أنا بستغرب، يا طلبة أنتوا ناس مسلمين والسودان ده بعد ما فاتوا ترى العواليك ديرك، السودان ده بقى 100% مسلمين، يعني ما عندنا تعدد بتاع ديان ذاته، مسلمين كلنا نحن كويس. كيف الناس تسمح لفكر شيوعي، فكر شيوعي قائم على أساس لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب، فكر قائم على أساس زي ده؟ أنت تجي كطالب تلقاك واقف بتحضر في ركن للشيوعيين عشان يجي يدوك أفكار لينين وماركس وإنجلس، ها؟ أنت بتحضر لهم ليه؟ ده الناس بيستهزئوا بأصل دينك أنت. كتاب اسمه نصوص من الدين الصفحة 25 لينين بيقول الدين أفيون الشعوب، يعني الدين ده عندهم زي البنجويا اللي انت بتخمر بها راس الشعب عشان انت تلعب بها زي ما انت داير. ده النظرة للدين عند لينين زعيم من زعماء الفكر الشيوعي. الشيوعية ما تخلت عن الأفكار اللي جادوها في الأول، أفكار ماركس وإنجلس لما كتبوا زمان في كتاب البيان الشيوعي، لما قالوا بصراحة بهذا الصدد نقول إننا لا نؤمن بالله. الفكر الجبش فكر الشيوعي زمان لليلة دي هو القائم، ولا يوجد شيوعي يؤمن بالفكرة الشيوعية ممكن يتفق معاك إنه في الله والله يجب أن يعبد أبدا. بستغرب أنا تلقى طلبة واقفين مسلمين والله، تلقى الواحد بيصلي عنده علامة الصلاة هنا في جبهته وجاي واقف طق طرق طق طق بيصفق مع شيوعيين. يا ناس انتوا عاقلين؟ أنا ما قاصدكم انتوا اللي قاعدين قدامي، لكن أنا بتكلم مع النوعيات اللي بتقعد دي. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني يا ناس الله نزل لكم في الكتاب ده أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن، يعني لو قعدتم إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عشان كده أخطر من البنجو وأخطر من المخدرات وأخطر من الزنا كونك تبقى شيوعي. فهمت المعلومة دي؟ زمان اللي بيسموه الحركة الإسلامية الكيزان كويس؟ ديل شغالين في المجتمع أنتي شيوعية بس ضد الشيوعية، وأي زول ما بيتفق مع الكيزان يبقى هو شيوعي. صنفوا المجتمع زمان لشيوعي وإسلامي، إسلامي ده تابع له كويس؟ وشيوعي ده ترى الكافر اللي هناك، ده كان نظامهم كده. الأخوان المسلمين اللي هم الكيزان استغلوا في الناس كراهيتهم للشيوعيين. زمان الناس يعني المجتمع ده حتى قريب ده يعني الناس بطبيعتهم ما الشيوعي ده ما بدوره. واحد بيحكي قال
واحد ساكنه في السوق وجاري كويس، والجماعة يقولوا اقبض الحرامي وهو جاري، بعد شيء واحد مسلط قالوا نقبض الشيوعي، كان جرى قال له هو يا ناس والله انا حرامي ما شيوعي، وده حرامي لكن فاهم انه الشيوعي ده كعب من حرامي كويس. الكيزان بحجة انه الناس ما يبقوا شيوعيين داري بقوك كوز، يعني يا بهين شيوعي يا تبقى بجاي كوز. شوف ان حدان نقول لك لا تمشي بهيني ولا بهين، الاثنين ما تمشي لهم كويس. ده زي ما في مفهوم الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كويس. أي واحدين قالوا للتاني أنتم لستم على شيء، ربنا قال لهم الاثنين يا أهل الكتاب لستم على شيء بنفس الفهم، يعني شان لا تبقى بجاي شيوعي أو تبقى جبهاج كوز، لا تبقى مع داء ولا تبقى مع داء، الاثنين تبقى مع منو؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاوب لك السؤال ده، قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، والكلام ده متين؟ ده لما تتفرق الأمة وصل ليل الأمة ما فرق لمئات الطرق ومئات الأحزاب ومئات الطوائف، الطريقة الواحدة بتتفرتق لستين طريقة، والحزب الواحد بينشق بيبقى ستين حزب. هسه حزب الأمة كم حزب؟ واحد قال حزب الأمة شان المقر بتاعه قال جنب مستشفى الدايات في الخرطوم، كل يوم بليل ده حزب جديد جنب مستشفى الدايات هناك. حزب الأمة 200 حزب أمة كويس، الاتحاد الديمقراطي 14، الصوفية كم تقدر تعدهم هسه؟ طرق الصوفية كم؟ برهانية ونخشبدية، وقال واحد قال لي في طريقة ظهرت جديدة قال اسمها الطريقة العجلاتية، دي جديدة ظهر كلها ما نافع، عجلاتية ولا غيرها كلها ما نافع، لأنها طرق خالفت الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك امسك في السنة، تقعد انت الليلة دي لاف يا اخي طالب وزول عادل ما شاء الله ودرست وتعلمت، واحد يسألك يقول لك يا اخي طيب انا امشي مع منوسة، انت الا تمشي مع زول لبس الا تباريك راجل انت النبي صلى الله عليه وسلم بس. عشان كده نحن للسوء اللي وصلت له هذه الجماعات والطرق والطوائف لا ننادي الا بمتابعه النبي عليه الصلاه والسلام. وشوف اي زول الليله دي بيجي بدعوك عشان انت تكون ضمن طائفه من الطوائف القاعده ولا جماعه ولا طريقه ولا حزب سياسي، ده غشاك ولعب عليك والله، والله غشاك. ما في ذول بينصحك الا يقول لك اتبع النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ربنا قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اتبع النزل والله، القران موجود، السنه موجوده، تفاسير السلف للقران والسنه موجوده، تجي تقعد تباري لك في زول؟ نحن مشكلتنا كسودانيين فينا عاطفة، وخاصة لأي زول جنادة باسم الدين. الكيزان ده لغشوا الناس في البلد دي بشنو؟ أسألك بالله لأي طالب وطالبة، الكيزان ده لغشوا الناس في البلد دي بشنو؟ ما غشوهم بأنهم نادوا باسم الدين، جابوا شعارات زمان كلها كذب، يا قرن يا ساسة ويا خس الساسة، البلد بيناسة والشريعة ساسة، ولا في شريعة ولا أي حاجة، الدين الدين، ينادوا باسم الدين وكذابين. الناس بتنخدع بأي زول بينادي باسم الدين، إجاسي صوفي بجاي حب النبي ما بالنبي يحب الرسول، ويا ناس تعالوا حبوا الرسول، نحب الرسول معاك أنت؟ مع الرسول لا، أنا ما بحبه براي كده بس،
ما في بيت ما بحب الرسول الا اجيك انت وادوق نومه معاك عشان انا ابقى بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. خدعوا الناس باسم الدين، خدعوا الناس بشعارات الدين، ودين ما في، ما عندهم. وين الدين الان عند الصوفيه؟ هل الان في طريق شيخ بتاع طريقه صوفيه بيعلمك ده حلال وده حرام وده باطل وده مبجوز وده شرك وده بدعه؟ في شيخ بيعلمك كده؟ يعلمك تجد بوس كراع وتحت وتدفع البياض، وقت تعرس تجيب له المراه يبرك عليك تقعد معاه 3 يوم و13 يوم. ده الدين بتاع الصوفيه. الدين بتاعهم انه سيد الطريق الشيخ، الاله الشيخ، البنت الجنه الشيخ، البيت زللوا له والشيخ، اي حاجه الشيخ. قال انا عرشها والكرسي انا للسما بانيها، ولولا الحياه من ربي نار الجحيم يطفيها. في الطريقه الصوفيه ايش الشيخ؟ الله الشيخ بتاعهم. وان كان ما يجوز تسميه الله لغير الله عز وجل. وبالتالي الان نحن في السودان شعبي بسيط، شعبي عاطفي، وفينا طيبة. إجا أي زول يغشنا شيخ بتاع طريقة تلقى عنده 6000 حوار كان عنده. تمشي بهناك يجي واحد عامل فيها فقيه تلقاه ضيع له 300 مرة لافة حوالينه. أي زول خدعنا. أمشي بشوارع مدني دي الليلة الأحزاب فاتحة عديل، محلات عديل الأحزاب فاتحة، حزب الشيوعي، جبهة ديمقراطية، حزب بتاع شيطان، حزب ما تعرف ANF، حزب سجم رماد، فات علن علن حرب لله، حرب للرسول، معادلة الدين، تضليل للأمة الإسلامية المسكينة دي. عشان كده احنا بنكلمك يا طالب بصراحة، وكلامنا اللي بنقوله ده بنقوله بملء الفم. ونتحدى أي زول الآن في الساحة يتكلم بجرأة، يتكلم بصراحة، ويناقش أي زول ويقدر يجيب قدام أي زول. نحن بنتكلم بصراحة لأنه نحن واثقين من منهجنا اللي بنقدمه، لأنه منهج مبني على آيات من كتاب الله جل وعلا، وكل كتاب الله تبارك وتعالى هو منهج لنا، ومبني على الأحاديث النبوية المطهرة الصحيحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلامنا ده بنتحدى بأي شعبي قاعد بلفلف النوع اللي عاملين فيهم فاهمين وعاملين فيها واعين، واولاد الترابي فاشلين هم، وفشل سيدهم الترابي كلهم فشلوا. حزب شيوعي الحداثة ونواكب العصر، لا واكبت العصر، لا في حداثة، قلة أدب في الجامعات، دين ما عندكم، أخلاق ما عندكم، ما عملتوا أي حاجة. عملتوا شنو؟ ماذا قدم الحزب الشيوعي للشعب السوداني؟ قدم له شنو؟ الشعب السوداني استفاد شنو من حزب شيوعي؟ استفاد شنو من الطرق الصوفية يا أخي؟ يا أخي الطرق الصوفية دي قاعدة مسجمة في السودان ده لها مئات السنين. ماذا استفاد السودان مما يسمى بالطرق الصوفية؟ بس يعرفوا يتفاصحوا علينا احنا. شيخنا بطير، وشيخنا بقلب البيت ولد، وبقلب التمساح حجر، وبيشرب البحر. ليه الليلة دي ما شفنا بحر يشربه في السودان ده؟ في كم صوفي يقول لك والله ده يقلبك، خليه يقلبنا احنا ديل كذا، يقلبنا انا ده. هذا بنضم هنا دي، بنضم في اي صوفي واي عفن. يا اخي ده خراب يا اخي، يا اخي ضياع للعقيدة يا اخي. استعبدوا البشر. واحد قابلته من هنا جنبكم بجانب حراز، قال لي نحن عندنا شيخنا دفع الله المصوبا، قال ده قلب التمساح حجر. قال لي يا ساره حركه بوريك لي. قلت له هذا ما قلبه؟ قال لي والله قلبه، وسع امشي اوريك لي. قلت له انا بمشي معاك لكن بشرط واحد، مش شيخك ده قلب التمساح حجر، انا بمشي بقيف جنب الحجر اللي قلت قلبته، التمساح اللي قلت قلبه حجر ده، بس الشيخ يرجع تمساح ثاني. هو مش قلبه من الاول، مش قلبه حجر، بس يرجع ثاني تمساح. بلاش كده فارغ لعب العقول واستخفوا بهذه الامه. عشان كده نحن شعارنا في هذه المحاضرة قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. ده دين النبي عليه الصلاة والسلام، دين واضح واضح، صراط عديل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. كلها دي من السبل اللي حذر منها ربنا عز وجل، كلها من السبل، شيوعية، أخوان مسلمين،
في حزب تحرير، جبهة ديمقراطية، حزب ناصري، بعثي، غيرهم من العاملين فيها عرب. عرب ديلك قالوا هنا أولاد عرب. يا زول هوي والله احنا في السودان احنا ما عارفين رقبتنا شنو ذاته. عرب نحنا ما عارف، أفارغة نحنا ما. والله انا السودانيين دي لسه ما قادر اعرفهم شنو. يا اخي هل ربنا تعبدنا بانه انت عربي كويس وما عربي ما كويس ولا كيف يعني؟ اخي ربنا ما سبحانه وتعالى ما قال انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ذيلا جونا عرب عرب وانا عربي وذاك ما عربي وحدة العرب. شوف نحن لا بنعرف عرب لا بنعرف زنود، احنا بنعرف مسلم. مسلم يدين بالكتاب والسنة ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. كويس؟ أحزاب كلها فاشلة يا أخ، خربت البلد الأحزاب كلها فاشلة، كلها هالكة، لا نافع دنيا لا نافع دين. وما استفاد الناس من هذه الأحزاب يوما من الأيام. ولذلك محاضرتنا دي تطلع منها بمعلومة واحدة، الدين الحق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تنتمي لجماعة ولا لحزب ولا لطائفة. والكتب اللي جبناها دي هنا والوثائق فيها ما فيها من الإثبات والبينات على أي كلمة نحن بنقولها في حزب ولا جماعة صوفية ولا غير صوفية ولا طريقة. هذه كلها بالبينات. شاب قبل شوية تكلم لك قال لك سيد غضب بسب الصحابة، هذا في الكتاب الأخضر ده، هذا هنا سب الصحابة، هنا ده، هنا هنا بكفر المسلمين تت كفار قالتوا كلكم، هذا هنا ده. وسيجيك واحد يقول لك انتوا تكفيرين، انتوا نحن تكفيرين؟ هذا هذول في الكتاب ده، هذا هنا ده صفحة 98، كل المجتمعات دي قال كفار كلهم. ده سيد قطب المرقت منه داعش والمرق منه سجم الرماد ديال كلهم. عبد الحيوسف جابوه في جامعتكم هنا ده، مش جابوه امس؟ ها قال تحت اشراف مدير الجامعة عبد الحيوسف ده منهج شنو انت؟ قال يا هدى هذا انت كان في المحاضرة بتاعته دي هناك تمشي لعبد الحيوسف تدي الكتاب ده في يده. ده احنا نقاشنا، عشان كده اي زول بنتحدى وما زول يقدر يواجهنا، نتحدى ولا ما يقدر يواجهنا. بشيل الكتاب ده كده تدي لعبد الحي قدامه. عبد الحي انت دكتور؟ اي. انت شيخ كبير في البلد دي؟ ايوه. انت ما تكفيري؟ اي. رايك في الكتاب ده شنو؟ هذا معالم في الطريق بتاع سيد قطب. قال المجتمعات اللي في الارض دي كلها مجتمعات جاهليه، مجتمعات غير مسلمة. قال وجود الإسلام هنا كتاب الأخضر ده آخر صفحة في الكتاب، قال وجود الإسلام توقف، ما في مسلمين هنا في الكتاب ده. يجي واحد الليلة يتكلم معنا نحن يقول انتوا تكفيرين؟ عبد الحي سؤال واحد بنوجهه لك، رأيك شنو في الكلام ده؟ طوالي تعرف يقعد يشكر لك بسيد قطب. أمشي أسمعه في التلفزيون، أمشي أسمعه الآن، أفتح في النت شكر عبد الحي وثناه على هذا الضال المجرم سيد قطب. يقول لك ايها الاخوه سيد قطب سيد من سادات المسلمين. يسد نيتك، ده كفر المسلمين، شنو سيد من سادات المسلمين؟ لكن منو اللي بيقول الحق؟ ونحن كلامنا بنقوله لك ناشف من غير اي محسنات بديعيه، ده الحق، ده ضلال كتب سيد قطب دي. عبد الحي يوسف منهج منحرف وهو ناحي تكفيري، خليه يقدر يناقشنا. فهمت؟ اخونا مزمل ده كتب كتاب في عبد الحي يوسف اسمه وقفات مع دكتور عبد الحي يوسف. لما كتب الكتاب ده في ناس كتار عاملين فيها سلفيين استحضروا قعدوا يعيطوا زي الحريم، واي واي وعبد الحي وانه ما تتكلموا فيه، انت بتكورك مالك يا زول؟ عبد الحي يوسف ده ابوك انت مالك؟ الدنيا كلها سخنت، انصار سنة قاعدوا يجقلبوا، لا لا وانه ولا ينبغي ما تتكلم يا زول. هاي ده كلام حق وبوثائق، نحن ممكن نناطح بالجبال ونجيب بها قدام اي قاضي من القضاة، اي محكمة بنجيب قدامك. شيخ اللمين بتاع الجلاكسي داك حوار تشيكسي وبحيا بخرة ما تعرف جلاكسي وبتاع داك، ورت رقبته براو وقع معانا في شبكة بتاعت محاكم، اول محكمة بفضل الله عز وجل جاب له نسوان مرقل، قال دي المحامي بتاعته والوكيل بتاعه. اول يوم المرقه قعدت ترجف اتربكت،
دار تعرض مقطع لمزمل، عرضت مقطع بتاع قلة أدب لشيخ اللمين، تبا لكل العينك ذاته. كل هذه شغلة فاشلة، لكن احنا بنتحداك هنا في المنابر ما عندنا مشكلة، تقابل في المنابر تناقش ما في مشكلة، داير تمشي المحاكم ما عندنا مشكلة، كله بإذن الله عز وجل نحن جاهزين له تماما، كله جاهزين له. لكن الآن أهل البدع يفرون ويهربون من منازلة أهل الحق بالحجة والبيان. ليه؟ لأنه ما عندهم حجة، لأنهم على باطل، لأنهم ما يقدروا يتكلموا بصراحة، لأنهم ما عندهم بينات يقدروا يثبتوا بها للناس إنهم على حق. وعلى أي حال أنا زعلت شديد، والكلام لسه عندي كثير دار أقوله، لكن المقام لا يتسع، وأترك المجال لشيخنا مزمل لعله يعدل ويصحح من كلامي ده، لعله فيه شيء من الزعل، قد أكون قلت لي عبارات ما موزونة. على كل حال أترك له المجال، جزاكم الله خير على حسن الاستماع.